حديث سعد وحديث الأعبد أو الستة مماليك يدل على أن هذه الوصية لا تمضى، وصية جائرة لا تجوز شرعا، فمعنى ذلك إن هي ترد، هذه الوصية ترد، يبقى ما زاد على ثلث يرد، ماشي؟ وإذا كان متعمدا ذلك يأثم شرعا، وذلك في غير مسلم أحمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلاما شديدا، وقال فيه كلاما إيه شديدا، لعل الكلام الشديد لو كنت أعلم ما صليت عليه، لعل ذلك. وطبعا صلى الله عليه وسلم كون مش هيصلي عليه دي دلالة على ماذا؟ على الإنكار. زي كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال قدموه فصلوا على صاحبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي معناها إيه؟ معناها أن الإنسان يجتهد في سد ديونه أولا بأول ولا يموت وعليه دين، إلا إذا ابتدره أحد وقال دينه علي. ودي مسألة مهمة جدا، إن واحد من المسلمين من إخواني أو أقاربه أي واحد يموت يبدأ يبحث عن ديونه، وهم بيغسلوه، ناس بتغسل وناس إيه بتبحث عن ديونه، الرجل ده عليه ديون لمين والمين والمين والمين، نكتب أسماءهم ونروح لهم. الحاج فلان يعني توفي، نسأل الله تعالى أن يرحمه، وعلمنا إن كان لك عنده مثلا 3000 جنيه، الفلوس ديت عندني، طالب ده بها، أخد بالك إزاي؟ الأخلاق اللي فيها التواصي وتراحم ديت ينبغي أن تكون ذائعة بيننا. فشاهد القول بأن الذي يتعمد الإيصاء بأكثر من الثلث ربما يأثم، مش الحال يا أخي الحبيب، وترد هذه الوصية.